oder auch Welle? هيصور الفيديو. هلا احنا عندنا كاميرات بتصور المحاضرة لايف ستريم عليه. طيب هاخدها. تعملي لها شير؟ لا انا بالي بعدين، بس انه اما الستريم بيكون مرة صغير، انا ابغى شوية بدي بين الحضور، بدي بين. والله اذا بدك انا رح احاول. خلاص انت صور الفيديو كذا كم كابلز. The mic? Yeah, this one. Is that? Yeah. So, yes, it's on. اهلا 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 دكتور، انت هنا في دبي؟ اهلا وسهلا، تفضل تفضل. لا 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 نقاش اكيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. For English please use the headset for the live translation into English, so you can connect the speakers to the device and move to channel 2 for English translation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum jami'an fi ja'izat Hamdan bin Muhammad al-Dawliya li-tasweer al-dawi'i wa nashkurukum ala ihtimamikum wa ala hudurikum muhadaratna hadhihi al-layla an itqan at-takwin al-fotografi ma'a al-sayyida هناء تركستاني. نتمنى أن تقضوا أوقات مليئة بالمعلومات وتخرجوا بأفضل استفادة من هذه المحاضرة. ستكون المحاضرة عبارة عن نصفين، النصف الأول سيكون هناك فاصل بريك الساعة 6:26، ومن ثم سنتابع المحاضرة في الشق الثاني إن شاء الله. نشكر الأستاذة هنا على تعاونها وعلى تقديم هذه المحاضرة. تفضل أستاذة هنا. مساء الخير جميعا. Hello everyone. إن شاء الله اليوم حناخد محاضرة جدا ممتعة فيها تغذية بصرية وتغذية معلوماتية، يعني حتخرجوا بكمية من المعلومات والفائدة إن شاء الله بإذن الله. أكثر ما يميز هذه المحاضرة ثلاث عناصر. أول عنصر إننا حندخل في تفاصيل الصورة أكثر، بعيداً عن الضوء، بعيداً عن القواعد، لا حندخل في ديتيلز أكثر للصورة. ثاني حاجة مميزة في المحاضرة، راح أعرض لكم صور حصرية ما عرضتها قبل كده من أعمالي، تمام؟ فإن شاء الله حتعجبكم. والشيء الحلو كمان اللي حنتعلمه اليوم قراءة التكوين بطرق بسيطة، انتم من نفسكم راح تتعلموها، بسيطة لكنها برضه احترافية. نبدأ بسم الله. أعرفكم بنفسي، هناء تركستاني، مصورة سعودية بالأصل فنانة تشكيلية، تخصص بكالوريوس تربية فنية، لي خبرة في مجال الفنون والآرت يعني فوق 20 سنة والحمد لله. آخر 10 سنين من 2008 بدأت التصوير
وركزت أكثر في التصوير، واللي ساعدني وخلاني يعني أمشي في هذا المجال أكثر إنه تخصصي التربية الفنية ودراسة المنظور والتكوين، خلاني أيضا أبدع في مجال التصوير. لي مشاركات في معارض، قدمت عدة دورات في المملكة العربية السعودية، وطبعا الشرف لي إن أنا أقدم اليوم إن شاء الله المحاضرة في هيبا في وجود مصورين ومصورات محترفين. آخر تكريم لي كان 2019 كأحد أفضل المصورات السعوديات تأثيرا في المملكة. نيجي نشوف الجوانب الأساسية للتصوير. حضرتك مصورة، حضرتك مصور، حضرتك مصورة، إذا الكوميونتي اللي احنا فينا كلنا مصورين أو هاويين، صح ولا لا؟ لنا توجه فكري واحد. طيب بما انه احنا فنانين ومصورين، نحتاج ثلاثة أمور مهمة لابد نلم بها في هذا المجال. طبعا مجال التصوير بحر، فإيش المجالات الأساسية أو الجوانب اللي نهتم فيها؟ ثلاثة أشياء. واحد، جانب تقني، لابد إنه إحنا نتعلم على المعدات اللي عندنا، سواء كانت كاميرا، سواء جوال، أي نوع من أنواع الكاميرات، أي نوع من أنواع البراندات. الجانب المعلوماتي، إننا إحنا نأسس المعلومات لدينا، الفكر، التغذية الفكرية والمعلوماتية، لابد إننا نلم بهذا الجانب. الجانب النفسي اللي هو الإبداع، ممكن الانسجام، كيف أنا أوقت، كيف أنظم وقتي كمصور أو كمصورة، كيف أصير أتعامل مع الكلاينتس في موضوع التصوير. إذا أنا اختصرتها في هذه الثلاثة جوانب، مهم جدا إنه إحنا نتبحر فيها. طيب إحنا أعطينا التصوير كثير من وقتنا، صح؟ من عطاءاتنا، من حياتنا الخاصة. طب التصوير إيش أعطانا في المقابل؟ التصوير أعطانا توثيق، بنوثق اللحظة سواء في الصور يعني في السفر، سواء الصور يعني التوثيق in general. ثاني حاجة إيش أعطانا التصوير؟ الإعلان. ممكن أنا أستفيد كمان، أعلن عن منتجات أو product، أو أستفيد أيضاً إني أنا أعلن عن أعمالي. إيش أعطانا التصوير أيضاً؟ تبادل الثقافات المختلفة. المهنة كدور أنت كمصور ممكن بتستفيد من التصوير إنه يكون شيء أساسي لك مهنة. والهواية والهوية، كثير من هذا الجيل أو الشباب أنا أشجع جداً إنه أنتوا تعلموا أبنائكم أو بناتكم حتى من سن الطفولة، من السادسة، من الخامسة، يبدأ يمسك الكاميرا، يبدأ يفهم إيش معنى المنظور، يبدأ يصور شوية شوية حتى لو بالجوال. هي هواية وهوية أيضاً. طيب الصورة، أنا أقول الصورة هي الفكرة. على فكرة يا جماعة، أنا أحب المشاركة، يعني يسعدني إنه أنتوا تكونوا متفاعلين معايا في المحاضرة. فأنا أقول الصورة هي الفكرة، شاركوني أراءكم. الصورة هي إيه؟ هي التاريخ. فعلا صح كلامك، الصورة هي التاريخ. الصورة هي إيه؟ حكاية. صحيح. ذكريات، عمل فني، توثيق. الصورة هي أبعاد، الصورة هي ذكريات، الصورة هي كيان، الصورة هي مصور ومشاهد. إذن لا يمكن نقول أنا بس كمصور، لا، لازم إن أنا أصور وخلاص وأهتم. لا، في كمان مشاهد، في شريحة من الناس قاعدة بتشوف صورك، سواء كان هو مصور زيك أو كان إنسان متذوق للفن أو كان إنسان بسيط عادي. إذن الصورة هي الفكرة. طب تعالوا ندخل أكثر في موضوع التصوير ونشوف. عندنا هذا طبعاً آرتست، فنان، أنا حبيت أعرض أعماله، اسمه مانويل، هو فنان إيطالي. الصورة إحنا بنقول فكرة، تمام؟ أحتاج منكم تركيز في هذه الصور. شوفوا معايا الصورة الأولى، طبعاً واضح إنه في آخر الصورة بيت، منظر طبيعي، وآخذ مساحة كبيرة من السماء وهي فاضية. الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، الفكرة الثالثة، من نفس المنظر أتأملوا هذه الصور.
الصور اللي راحت هي أفكار لنفس المكان، ما غير فيها ولا شيء غير الإضافات. طبعا إحنا ما نتكلم على تقنيات، نتكلم على أفكار، شيء أهم من التقنيات. ما بنتكلم إنه دمج وكيف عملها وفوتوشوب، لا، بنتكلم على فكر المصور اللي هو الأساس والأهم. طيب تعالوا نشوف التكوين، بما إنه إحنا محاضرتنا اليوم عن التكوين. إيش هو التكوين في رأيكم؟ التكوين تركيب عناصر، عناصر الصورة. إيش في رأيكم التكوين؟ دائما نسمع تكوين، تكوين الصورة، طب إيش هو التكوين؟ تفضلي. يعطيك العافية، أحسنتي، تناسق الصورة بالعناصر. طيب التكوين أي صورة تلفتنا، لا تقولوا فوتوشوب، ولا تقولوا إضاءة، ولا تقولوا كاميرا، ولا تقولوا معدات، في فكر خلف الصورة دي. ليش؟ ليش المصور قاعد يتعب وبديك هذا الفكر؟ ليش؟ عشان المشاهد يحتاج إنه يشعر إنه خلف هذه الصورة في إنسان ذكي وقاعد بيعطينا معاني. طب هذه المعاني هي إيه؟ هي دراسة التكوين، هي إتقان التكوين. طيب تعالوا ناخذ بعض التعريفات ومصطلحات للتكوين. التكوين هو ترتيب العناصر، زي ما تفضلت الأخت وقالت ترتيب العناصر. إيش هي دي العناصر؟ عناصر مرئية ومكونات، إذا إحنا بنصور برا في الطبيعة أو إحنا بنصور في مكان داخلي indoor أو outdoor. التكوين هو ترتيب حركة الكادر. يعني إيش حركة الكادر؟ إحنا يعني في شوية مصطلحات في الأرت وفي الفنون، ما بنقول الشكل، ما بنقول الطاولة، ما بنقول المقعد، أو بنقول السحابة أو الأرض، لا، بنقول الكادر، الكادر في الصورة. فالكادر مهم جدا أنك أنت ترتبه، صح ولا لا؟ التكوين هو الإيقاع. إحنا الفنان الملحن إيش بيعمل في الموسيقى أو في الأغنية؟ بيعطيها إيقاعات معينة. كذلك الصورة، كذلك التكوين، مهم جدا أنك أنت تعرف إيقاع الصورة دي إيه. طب الصورة دي هل الإيقاع ده ينفع للإيقاع الثاني؟ إذن هنا أنا أبدأ أفكر. قلت لكم في أول المحاضرة راح تتغير عندكم شوية ترتيب للأفكار اللي لديكم. ليه؟ لأنه إحنا حندخل في عمق تفاصيل الصورة. التكوين يستطيع المصور أن يصنف التكوين إلى عناصر أبسط. ليش التصنيف ده؟ عشان الفهم، عشان نفهم بشكل أسهل وأبسط. نقوم نقسم. فهم التكوين هو دليل مساعد للمصور الفوتوغرافي. لماذا؟ للخروج بصورة ناجحة. إذا أنا أفهم التكوين، أفهم العناصر، أشوف بطبقها صح في بعض الصور كبداية، وبعد كده في كل أعمالي لأخرج بصورة ناجحة. طيب عناصر التكوين اللي هي أساس محاضرتنا اليوم، العناصر. طب أنا فهمت التكوين، عندكم استفسارات؟ في أي أسئلة حابين تطرحوها بالنسبة لتعريف التكوين؟ طيب إذن العناصر، عناصر التكوين، التقسيم هذا مبني على أسس وما هو من عندي، لكن أنا أصغته وراح أشرح لكم هو كل عنصر من عناصر التكوين راح نتكلم عنه ونتناوله بالشرح من خلال الصور. فأي مداخلة مرحب فيها، أي أسئلة، دائما النقاش في إفادة للجميع، فيعني خذوا راحتكم في الأسئلة. نشوف عناصر التكوين. أول عنصر وأبسط عنصر الاتزان، شوفوا معايا، المساحة، البساطة، التباين. طبعا واضح كلمة تباين، التباين اللي هو النقيض، الاختلاف. الشكل، شوفوا كيف بيتدرج، الحجم، الخط، اللون، الملمس، العدد، وآخر شيء الحركة والأثر. رح ناخد كل عنصر ونشرحه بالتفصيل، تمام؟ طيب هنبدأ بأول حاجة الاتزان. واضح الاتزان من اسمه، الاتزان اللي هو الثبات. الثبات مش بس إنه كخط. لاحظوا من أول المحاضرة إحنا اتفقنا إنه إحنا ما نركز إلا في التكوين، صح ولا لا؟ لذلك أرجو من الجميع
إنه يفصل القواعد عن محاضرة اليوم. إحنا ما بنركز لا في إضاءة ولا في قواعد، تمام؟ ولا في أي شيء من هذه الحاجات، ولا في زاوية، ولا في، إحنا بنركز في أكثر من كده اللي هي عناصر التكوين داخل الصورة، كأننا بندخل جوة الصورة. لذلك الاتزان، هذه بعض الصور. الاتزان في الصورة هو سبب من أسباب نجاحها. اتزان متماثل، اتزان بالنسبة لتصوير البورتريت، إنك أنت تأخذ اللقطة موزونة، هذا بشكل شرح بسيط والكل يعرف. اتزان متماثل ممكن إذا خصوصا الناس اللي بيصوروا الاندور الانتيرير. الاتزان هذه صورة موزونة، تمام؟ بغض النظر احنا قلنا ما راح نتكلم عن قواعد، راح نتكلم عن ايش؟ التكوين. اذا من اول عنصر من عناصر التكوين الاتزان، الصورة دي موزونة، تمام؟ ما راح اقول انه في انعكاس او اضاءة، التوازن في اللون، التوازن في الاضاءات، والتوازن في horizontal اللي هو الاساس، الثبات. ما فهمت سؤالك. هاي الصورة مثلا انا كنت احكم عليها انها متزنة او غير متزنة؟ ما هو حنيجي بالتدريج، احنا لسه دوبنا في اول عنصر الاتزان. الانسان بيشعر دائما بالشيء الثابت، صح ولا لا؟ لو كانت الصورة شوية فيها ميلان بامكانك بالفوتوشوب تروح تعدلها، صح؟ اذا هنا في اتزان بالنسبة للخطوط، اتزان بالنسبة للون، اتزان بالنسبة للتكوين، التناسق اللوني. رح ندخل في باقي التفاصيل وحتفهم إن شاء الله. هذه الصورة المشهورة اللي هي Rapseed and the Tree في ألمانيا، مشهورة جداً على الإنترنت، هذا اسم المصور. هنا في اتزان في الكتل، الكتل والأحجام، اتزان في اللون، اتزان في الخطوط. سؤالي، طب إيش يعني اتزان في الكتل؟ واضح إنه عندي أنا السحابة بالجهة اليمين والشجرة فين؟ اليسار. إذن هذا نوع من الاتزان، صح؟ ما هو متوازن، ما هو بالضبط زي بعض سيمتري، لكن اتزان في الكتل. الاتزان في الخطوط اللي هي الأعشاب الموجودة في الحقل أو في الفيلد، لاحظتوا الأبعاد. هذا طبعا لسه دوبنا مدخل لعناصر التكوين، راح تفهموا الباقي معايا أكثر. نجي الجزء الثاني أو العنصر الثاني من عناصر التكوين اللي هو المساحة والفراغ. الصورة ما هي إلا إيه؟ مساحة أو الفريم اللي إحنا بنسميه. كلنا معانا كاميرات، أول ما نجي بنصور إيش بنشوف؟ السبيس، المساحة. طيب هذه المساحة فيها أشياء لازم أنتبه لها، منها إني أنا أخليها متزنة، قديش المقاسات ممكن تكون زايدة، ممكن تكون ناقصة. فأنا كيف لازم أنتبه وأعرف إنه القاعدة دي اللي أنا بستخدمها صحيحة؟ نجي هنا نشوف بعض المعلومات. المساحة هي الفضاء الذي نعيش فيه، ولكن الأجدر بنا كمصورين أن نتعرف على ماهية المساحة في الصورة وقديش أهميتها، وكثير مننا بيطبقها على فكرة. المساحة هي موضوع الصورة وحجم الالتقاطة. طيب أنا عندي مناسبة وبصور في فرح، تمام؟ زواج، وقررت أن أنا أصور العروسة مع العريس، وأكون أخذ لهم الخلفية اللي هي الصالة أو القاعة أو إيش ما whatever يعني. لكن فجأة قلت لا، أنا بدي أخذ حجم الصورة أقرب، فبالتالي إيش حسوي؟ زوم، صح؟ وحقرب. إذن هي هذه المساحة اللي إيش قصدنا عليها. النسبة والتناسب بين الكادر والأرضية والخلفية هي الفراغ. كل موضوع في الصورة يشكل أهمية، والعكس صحيح. الفراغات في الصورة ما نهملها أبداً، بالعكس دي هي حاجة كمان ملفتة أكثر بالنسبة لبعض مجالات التصوير. دحين حنشوف النوع. أعطي موضوعك فراغاً مناسباً للنظر من خلال. طب إحنا ليه بنتعب نفسنا؟ ليش إحنا قاعدين نتعب نفسنا ونعرف إيش معنى مساحة ومعنى فراغ؟ ليه؟ لأنه إحنا مو بس مصورين اللي بنشوف، في مشاهد، في متلقي قاعد يطل وقاعد يستمتع وإيه وبيحكم كمان على العمل، صح ولا لا؟
إذن هذه نقطة جدا مهمة، رح نشوف الشرح ده بالصور. الآن عندي صورتين لنفس الايكونيك اللي هو برج إيفل. الصورة الأولى لاحظوا المساحة هنا بالنسبة للأرضية أكثر. خلونا ندرب عيننا، كيف ندرب عيننا؟ أنا لما أطول في الصورة هنا أكيد بطول في البرج، لكن في المقابل لا شعوريا، وهذه حاجة لا يعني لا شعورية بتصير طبيعة الحال، إني بطول هنا أكثر. السبب ليش؟ أعطيك العافية، المساحة، أنا أعطيت مساحة هنا أكثر عشان أعطي إحساس للمشاهد إنه والله أنا أبغاك تطول هنا. طب هل هذا المكان يسوى إن أنا أشوفه؟ هل هذا المكان أو المساحة اللي أنا أعطيتها في الصورة يسوى؟ صحيح، يسوى. بغض النظر عن هذه الصورة نتكلم in general، ليش يسوى؟ لأنه هذه منطقة تروكاديرو لها تاريخها قديمة، بالإضافة للمعلومات اللي مكتوبة، إضافة إلى الكادر ككل، تمام؟ بينما السماء أخذت جزء as إنه background لمين؟ للبرج. الصورة الثانية هي صورة برضو من أعلى مصورة، لكن لاحظوا اتجاه خلاص؟ اتجاه الكاميرا من هنا، تمام؟ لكن في مساحة أكبر من السماء، صح ولا لا؟ إذن المساحات جدا مهمة في الصورة، ليش؟ عشان راحة العين وجذب المشاهد أكثر، تمام؟ انتبه لهذه النقطة. هنا كمان عندي المساحات، تاركين فراغ أكبر من المقدمة بالنسبة لي الصورتين، ليش؟ عشان حركة العين، سواء الصورة دي أو في الصورة الثانية، لاحظوا وجود شخص هناك في آخر الصورة. هل مساحة السماء هي لو جينا شفناها النسبة والتناسب نفسها في الأرض؟ مين أكثر؟ الأرض. ليش؟ ممتاز يا سماح، يعطيك العافية. حسب فكرة المصور، حسب فكرة المصور إنه مساحة الصحراء هي أكثر من مساحة السماء، لأنه هي تركيزي عليها، هي الموضوع في الصورة. طيب نشوف الشريحة اللي بعدها. هذه صور للمصور المعروف، فادي ثابت، من أشهر المصورين. معليش، عفوا. فادي ثابت، لاحظوا الصورة، عندنا هنا مساحة تركها من الأمام، ليش؟ عشان يعطيك إحساس باحتواء الشخصية والعمل اللي بتقوم فيه. الصورة الثانية، هذه كلها قراءات يا جماعة، إحنا كلنا نعرفها كمصورين، إلا إنه يعني المبتدئين راح تفيدهم جدا. فالصورة هذه فيها برضو مساحة، لاحظوا حركة العين متجهة لأي جهة؟ الجهة اليمين، صح؟ ممتاز. ليش؟ تاركين مساحة لنظر الطفل عيونها مع حركة القماش ده عشان تعطي راحة. المساحة جدا مهمة في الصورة، ما نهملها. أنا ما أتكلم على زاوية، أنا ما أتكلم على ألوان، ما أتكلم على أي تقنيات، أتكلم على عناصر التكوين. هذه الصورة برضو فيها مساحات السلبية. إيش يعني سلبية؟ يعني أنا تارك مساحة للسماء هنا أكبر من الكادر، نفس الشيء هناك. المساحات السلبية أيضا مهم وجودها في التصوير أو في الصورة عفوا، ليش؟ عشان تعطي نوع من الاتزان. طب ليش أنا تركت المساحة دي أكبر؟ ممكن أحد يقول لي؟ شاركوني رأيكم. ليش تركنا مساحة للسماء في الصورتين هنا وهنا أكبر؟ Not that much, but thank you for your answer. سؤالي، ليش تاركة أنا في الصورة دي مساحة أكبر للسماء
وفي الصورة الثانية، مع إنه السماء فاضية ما فيها سحب ما فيها شيء interesting. تفضل. راحة للعين، بس في one big reason. صحيح ما أقدر أطلع أكثر، بس في أعطوني إجابة مقنعة. فعلا الصورة فيها مقدمة وفيها مشهد في الوسط اللي هو أو في الآخر. تركيز على الهدف، بس بدي إجابة كمان أقوى. يا سلام دكتور وائل، يعطيك العافية، شكرا. طب أنا ليه تركت المساحة دي؟ عشان خاطر بالضبط، عشان خاطر الفازة أو الستركشر المجسم ده والمجسم الثاني. ما رح أقدر أقصر أكثر، رح ينقص الشكل. فأنا مضطرة في هذه الحالة أترك المساحات السلبية في الصورة إذا كانت مناسبة. تمام؟ نشوف البساطة. العنصر الثالث، الحين إيش أخذنا من العناصر؟ الاتزان، المساحة والفراغ. العنصر الثالث البساطة، simplicity. في أحلى من السمبليسيتي في الحياة؟ في؟ ما في. البساطة، البساطة برضه هي عنصر من عناصر التكوين، والكثير بينساها لأنها بسيطة، لكن في الواقع لازم نطبقها ولازم نركز عليها. مثال، فكر في تبسيط صورتك، اجعل الخلفية بسيطة وغير فوضوية. كلما كان المشهد بسيطا كلما كان قويا في معنى. لذلك مصورين اللي يصوروا اللاندسكيب والطبيعة ايش بيعملوا؟ بيختاروا المشهد كما هو، وما بيضيفوا عليه إلا شوية أشياء بسيطة، إفكتات في اللون، pop up the color. ليش؟ عشان يعطيك جاذبية. إذن البساطة جدا مهمة كما بنشوف عندنا في هذه الصورة. البساطة، ما في شيء complicated. تركيزي على البرج من خلال وجود الأشجار. يعني أنا حتى هذه الصورة سميتها لبارفيوم، لأنه يعني فرنسا أو باريس مشهورة بالعطور وبالبارفيوم، فأنا سميتها لبارفيوم. التباين، العنصر الرابع من عناصر التكوين، وهذا جدا مهم. التباين، التباين يعني الاختلاف، التضاد، مقابل الفاتح الغامق، مقابل الطويل القصير، مقابل اليمين اليسار، مقدمة آخر، أبيض أسود، صغير كبير، دائما التضاد. إذن التباين هو الجمع بين طرفي نقيض والانتقال من حالة الرتابة إلى الإثارة والعمق في العمل الفوتوغرافي. التباين يكون في كافة العناصر، وبالضرورة يعني يتطبق في كل المجالات. لاحظوا أخواني وأخواتي، التصوير تكوينات هذه اللي احنا بنتكلم عليها، أقصد العناصر، مو بالضرورة تطبق في كل صورة. لا، احنا نفهم ونشوف موضوع صورتنا ايش في من عناصر مهمة. كل ما كانت العناصر مجتمعة في صورة واحدة يكون العمل ناجح. كل ما قلت قلت قلت، طبعا على حسب مجهود المصور. إذن التباين يكون في كافة العناصر، وليس بالضرورة يطبق بكل مجالات التصوير. فكرة المصور والظروف المناسبة جنبا إلى جنب، دائما الفكرة. بنركز على إيش؟ فكرة المصور. بنركز على الكاميرا؟ بنركز على الفوتوشوب؟ بنركز على القواعد؟ لا، بنركز على فكر المصور دائما. طيب، التباين يكون في إيش؟ في الخطوط، في الأحجام، في الأشكال، في الألوان، درجات الألوان، أيضا في الأبعاد والملمس. هذه الصورة التركيز هنا فيها التباين. في أنا راح أشرح لكم، بس أرجو كمان منكم اللي عنده إضافة حابب يضيفها، طبعا يعني ما فيها مشكلة، بالعكس نقاش زي ما قلنا في إفادة للجميع. التباين هنا في الأبعاد. ليش؟ الصورة كأنه في ممر أو نفق، هو في الأساس جسر من الأعلى. هذه في كوريا سيول، مبنى زها حديد. التباين عندي في تقسيم الأبعاد، لاحظتوا؟ أول ما تيجي عيني في الصورة بنركز على مين؟ المبنى. بعد كده
صحيح. بعد كده نبدأ ندخل في الديتيلز، الناس و إلى آخره، الشادو إلى آخره. لكن تركيزي هنا في هذه الصورة، أنا ركزت في عنصر تكوين تباين الأبعاد. طيب هنا هذه الصورة تباين في إيش؟ بالضبط، يعطيكم العافية، التباين في الأحجام أول شيء. بعدين نيجي طبعا احنا زي ما قلنا، كل ما كانت عناصر التكوين كلها في صورة واحدة يكون العمل قوي وملفت. لذلك احنا ايش بندرس، ليش احنا جايين اليوم؟ عشان نفهم عناصر التكوين. التباين في الأحجام بالأساس، وزي ما تفضلت وقلت في الأشكال والألوان. طيب الصورة اللي فوق فيها الملاعق، تباين في الملمس، صحيح. ممكن تكون صحيح برضو في الاتجاهات، لكن بالأساس أول ما أركز، هل بركز في لون؟ لا. هل بركز في شكل الملعقة ولا فين عيني بتجي؟ نوع إذن في الملامس، بما أنها أشياء طبيعية حيكون في ملمسها. طيب هنا في الأحجام، في نوع العدسة. طيب هنا التباين بيكون في، بما انها صورتين عن الصحراء او في الطبيعه، التباين في الصوره الاولى في الابعاد. يعني ايش الابعاد؟ يعني مقدمه الصوره، الجزء الاول من التله او من الرمال، في عندي مشهد امامي ووسط والاخير، اذا تباين في الابعاد. طب هنا في الصوره تباين في ايه؟ اللي حيجاوبنا على دي الصورة حعرف انه انسان خارق. الظل والاضاءة، تفضلت قلت الظل والضوء، طيب صحيح. اي مساحة؟ مساحة الابعاد قصدك؟ يعني هي فيها طبعا فيها، لكن الأساس إيش العنصر المقصود هنا؟ كسر الأرضية والشخص، السماء والأرض، تفضلي. حجم الشخص مع ظله، صحيح. هو البوينت الأساسي في الصورة، الفكرة، يعني يعطيكم العافية على مشاركتكم، إنه هو الظل بالأساس. ليه؟ لأنه تركيز على الظل إنه هو يعني شارب وكمان طويل. طب بما إنه تركيزي على الظل، هنا إحنا بنتكلم على عنصر التباين، إذا معناته إيه؟ قلنا ظل طول الشخص وظله، اذا معناته اذا كان الظل جيب على اليسار، الشخص بايش بيسوي؟ بيأشر على اليمين، معناته في تباين في ايه؟ اتجاه الضوء. اذا انا كيف اقرا الصوره؟ كيف اقدم الصوره؟ صح كلامكم، انتوا قلتوا هنا رمل وهنا، صح كله صح، لكن البوينت الاساسي دائما بنقول فكره المصور وكيف انت توظف عناصر التكوين في صورتك. خلاص، اذا اتجاه الضوء باليسار، عفوا الشادو باليسار، والشخص ايش بيسوي؟ بيأشر على الجهه الثانيه، اذا اتجاه الضوء والظل العكس. طيب تباين في ايه؟ تباين ما عندي الوان، بلاك اند وايت. اذا التركيز هنا مش بس على البلاك اند وايت، لا، تباين في ايه؟ بالضبط، احسنت. اذا في الاحجام، في الابعاد، في مساحات الاشكال الهندسيه، اذا هذا تباين. صح، وانه نوع التصوير هنا ايه؟ بالضبط، تجريد. طيب هنا التباين في الاخوان والاخوات اللي ورا، شاركونا استاذ محمد، اعطينا رايك في هنا التباين في ايه؟ صحيح مقدمه فور جراوند وباك جراوند، لكن تركيزي هنا على
بالضبط، يعطيك العافية. تباين اللوني، دائما الألوان المتقابلة في دائرة الألوان لما نخلطها مع بعض راح تدينا اللون الأبيض، لذلك اللون البنفسجي أو الموف مقابل اللون الأصفر، فهنا تباين لوني. إذن هذا يدل على إيش؟ إنك أنت إنسان فاهم إيش هي عناصر التكوين لما تطبقها، وطبيعي المشاهد راح يستوعب. طيب هنا التباين، التباين عندي في هذه الصورة عشان بس ما أطول، التباين طبعا واضح تركيز الصورة دي على الإضاءة وظلها، نفس الفكرة الأولى، لكن لو لاحظتوا التباين هنا في جميع اتجاهات الضوء موزع في كل الاتجاهات، يمين تحت يسار أعلى. إذن أنا كده أقرأ الصورة عندي هنا تباين في اتجاهات توزيع الضوء. طيب أي أسئلة بالنسبة للبارت الأول؟ في إضافات حابين تقولوها؟ يعطيكم العافية. نكمل الخط. وأنا بالنسبة لي شخصيا يعني كهناء تركستاني ومن خبرتي في الفن التشكيلي ومن خبرتي في التصوير، يعني أحب أقول لكم إنه هذا العنصر جدا مهم، لا يهمل أبدا في الحقيقة، نهائيا ما نهمله. أنا بالنسبة لي أنا دائما أركز عليه في أعمالي، لأنه أيضا مرتبط بقاعدة من القواعد اللي هي leading lines، خطوط الإرشادية اللي بتقود العين على صورتك، التوجه معتمدة أيضا على الخطوط، فبالتالي تختلف الخطوط بحسب وصفها مضمونها ومفهومها. تمام؟ مو بس عندي كمان في الفن التشكيلي والتصوير، لا، حتى في المعماري، حتى في الانتيريال الديزاين، التصميمات الداخلية، في كل شيء الخط موجود. طيب بما انه الخط هذا موجود واساسي، مو مهم انه احنا نعرف انواعه؟ اكيد في انواع للخطوط، راح نشوف انواع الخطوط دي بشكل سريع. النوع الأول من الخطوط الخط المستقيم، النوع الثاني من الخطوط الخط المنحني، النوع الثالث من الخطوط المتعرج، وكلها لها سامبل وأمثلة فين موجودة في الطبيعة. الخط النوع الثالث المنكسر، تمام. النوع اللي بعده من الخطوط الخط الحلزوني اللي هو اللا نهائي، يبدا من برا يكبر كبير ويبدا ايش يبدا يصغر الى الداخل. النوع اللي بعده من الخطوط عندي هذا الخط، الخط المتقطع، يعطيكم العافية. هذه أشهر أنواع الخطوط اللي بتستخدم في كافة المجالات. تمام؟ طيب خلينا نشوف كيف موجودة. عفوا. كل خط له أمثلة ودلالة في الكون، فكل شيء لو تم تحليله لوجدناه عبارة عن خطوط. ما نتكلم على الخط العربي أو الخط الفونتس، لا، بنتكلم على خطوط البيسك الأساس اللاينز الموجودة في الصورة. البعض يجهل أن تميز العمل يعتمد غالبا على الحيل البصرية، والحيل البصرية دي كثير، يعني عدد وانت ماشي، أشكياء مرة كثير تستخدم كحيل بصرية سواء في التصوير أو في أي نوع من أنواع الآرت الفنون. الربط والتشبيه، لما أرسم حاجة، إحنا ماشيين بالسيارة رايحين لأي حديقة أو منتزه، وفجأة أختك أو بنتك الصغيرة بتقول بابا شوف في السماء في صورة هارت قلب، في صورة أرنب، في صورة حصان. من فين استنتجت هذا التشبيه؟ من الخطوط الموجودة. تمام؟ طيب إذا الخط دائما في له معنى، في سيادة في الخطوط، في صورة بيكون أغلب خطوطها مستقيمة زي الأبستراكت التجريد، هم أساسا مبدعين في هذا النوع وإظهاره، صح ولا لا؟ إلا في التجريد.
التنوع في الخطوط. ممكن صورة فيها نوعين، فيها ثلاثة، فيها أربعة من أنواع الخطوط، وهذا شيء مو غلط. ليه؟ كل ما كان التكوين عندي عناصره أكثر في الصورة رح يديني صورة ناجحة وملفتة للمشاهد. آخر شيء التوازن في الخطوط. نشوف الصورة دي، هذه الصورة طبعا أساسها الخط، صح ولا لا؟ أساسها الخط. نكمل معلش. الخطوط هنا الموجودة في الصورة إيش نوعها من اللي إحنا رسمناها؟ نقدر نميز أول نوع من أنواع الخطوط القوية في الصورة مستقيم بالضبط. ممكن يكون في شوية انحناء هنا، ما هي مشكلة، بسبب العدسة 16mm اللي هي الفيش آي أخذت الصورة دي، لكن في المقابل هي الخطوط كلها الايه المستقيمة. وزي ما تفضلت وقلت الخط الحلزوني، موضوع الصورة هنا لا هو لون لا هو مساحات، موضوع الصورة لاينز. ايش نوع الخطوط هنا؟ لا طيب، هنا مش محور الاهتمام في الصورة الجسر، صحيح؟ كلنا نتفق انه محور الاهتمام في الصورة دي الجسر. طيب عنصر التكوين اللي بنتكلم عنه الخط، صح؟ طيب ايش الخط اللي موجود في الجسر؟ صحيح، مستقيم طولي عرضي، لكن الاساس الخط المنكسر، خط مائل، خط ما فيه مائل هنا، خطوط مستقيمة المائلة اللي كده بالاتجاهات تعطيني إحساس بالقوة والديناميكية. في نفس الوقت الخط المنكسر هو الشيب والأساس للجسر، فبالتالي موضوعي هنا عن الخطوط. طيب هنا مقارنة جدا جميلة، أرجو من الجميع التركيز في هذه الصورتين لنفس المكان. هذا جسر في البوفيرا في فالنسيا في أسبانيا، نفس المكان، هو الجسر ده هو ده، لكن لاحظوا اختلاف اللقطة والفكرة لدى المصور بإظهار عنصر من عناصر التكوين اللي هو الخط. تمام، الخطوط هنا مستقيمة لكن برضها مايلة، مما يعطيني إحساس بالحركة. تمام، صورة ما فيها شيء لكن في اتزان، خطوط المائلة كلها من قادة إلى الداخل. تمام، فيعطيني إحساس بالديناميكية والحركة، بينما الخطوط هنا مستقيمة وفيها نوع من الاتزان سيمتري، يعطيني إحساس بالثبات. فشوفوا الإحساس الفيلينجز اللي راح يوصلك من دي الصورة أو من دي الصورة. مو بالضروري كلنا حتعجبنا الصورة دي، ولا بالضروري كلنا حنشعر بالصورة دي. ليه؟ لأنه خلف الصورة دي في عنصر مهم، عنصر الخط. نفس المكان بزاوية مختلفة، هذه في هامبورغ في ألمانيا، من أغرب المباني اللي شفتها في حياتي. المبنى طوابق، المصعد مفتوح مش مغلق، يعني تطلع المصعد كده ما في باب ينقفل، فكل ما تطلع دور راح تستمتع بالمشهد من الأعلى إلى الأسفل أو العكس صحيح. فهنا عندي الخطوط منحنية، يعطيني إحساس باحتواء المنظر والأبستراكت في نفس الوقت. هنا الصورة الخطوط ايه بالضبط، حلزونية، يعطيني إحساس باللا نهائية من الخط. ليش؟ يوسع مجال التخيل أكثر. فأنا في النهاية أنا اللي أقرر، أنا كمصور إيش أبغى من صورتي دي، إيش أبغى أوصل. إذا أنا وظفت عنصر الخط في هذه الصورة، سواء كانت بدال مشهد أو بدال مشهد، عشان يوصل للمشاهد. هنا خطوط متعرجة موجودة، أول ما تطلوا في الصورة نرجع من جديد، عفوا نرجع كده، حتيجي عينكم فين؟ أول شيء حتيجي عينك هنا هنا هنا، لا حتيجي فين بالضبط؟ ليش؟ الخطوط المتشعبة تعطي نوع من الاتزان، بالإضافة إلى إنها خطوط
خطوط متعرجة. الخطوط المتعرجة تعطي الإنسان إحساس بالتفكير، تخليك مشوش، تخليك تعرف معلومات أكثر عن الصورة. تمام؟ طيب، بما إنه إحنا وصلنا لهذا البارت، أنا أطلب من الحضور معاكم الأوراق، راح نأخذ تمرين ظريف جداً راح يعطيكم تعرفوا كيف تقيسوا نفسكم والفنان اللي بداخلكم. هنشوف مستوى الإبداع عند كل واحد. الآن لديكم الأوراق، تفضلوا. يعني التمرين لذيذ كده حيعجبكم. طيب، الأوراق الموجودة أمامكم راح أبغى بس، فين أستاذ محمد؟ أستاذ فؤاد، تايمر 30 ثانية وتقول ستوب. تمام؟ إيش المطلوب من كل واحد في الحضور؟ هذه الورقة، تمام؟ excuse me، هذه الورقة فيها مجموعة من الأشكال، تمام، الهندسية. أبغى كل واحد فيكم في مدة 30 ثانية يعبي لي ده الشكل. مثال: مربع، علبة هدية، تلفزيون، دائرة. إيش التصور اللي يجي في بالك؟ تكمل لي الشكل، تمام، لمدة 30 ثانية. أيوة، في أقلام. اللي يخلص أول، تمام، له مفاجأة، له هدية. الهدية دي راح أعطيه تكنيك معين يعالج بيه صوره، تمام. هنتواصل كوميونيكيت وحعطيه فكرة كيف يعمل تعديلاته بالفوتوشوب. واضح؟ طيب، جاهز أستاذ فؤاد؟ عندنا أشكال، shapes. You have to draw what you imagine in this shape. Okay؟ مثال، for example، إنه square as a gift. ترسم مربع، تكمل. Complete the shape. Okay؟ يلا، 30 second أستاذ فؤاد. يلا. عشان نعرف مين الفنان، مين اللي مبدع ومين اللي محتاج. بس واحد حرام. هذا التمرين يا أخواني وأخواتي يقيس مدى الإبداع لديكم، بالإضافة لسرعة البديهة، بالإضافة لو أنا ما كان عندي حس فني، هذا راح يساعدني إنه أنا أبني الفن بداخلي. ما يهم، مش مهم حتى لو رسمت هابي فيس، حتى لو رسمت وردة، المهم يو كومبليت الشكل. خلاص، ما نغش دحين. الوقت خلص. مين خلص اول شيء؟ طيب لحظه، معلش خليك حضرتك. الان كتبتوا اسماءكم على الاوراق، تمام؟ ترسمي، كتبتي، مش مهم، المهم انك انجزتي، تمام. طيب انا خليني اقيس على الجميع عشان يعرف ايش الفكره من الموضوع. لا، انت ما خلصتها كلها، رسمت واحد شكل. طبعا لازم كلها. مين خلصها كلها؟ ممتاز. ايش اسمك؟ صالح. برافو عليك صالح. رسم، انت عبيتها خطوط بس ما اعطيتني مينينج معين. اعطيتك مثلا هون انا انه حلزوني. لا، خطوط. برافو عليك، عبيت خطوط. انا ابغى اشكال، هذا شكل واحد. اوه، انت كملتيها على بعضها برضو، حلو. ابغى اشوف شيء يوصل المعنى. انت فكرت خارج الصندوق، outside of the box. ده رسم من المربعات، فكرة حلوة. يعني صار اول مرة انا قدمت هذه المحاضرة اكثر من 30 مرة في السعودية، وفي كل مرة بطلع بنتائج جميلة.
الآن الأستاذ مين؟ محمد. ربط الأشكال في بعض، خلى المربعات عيون وهنا المربع اللي تحته عمل فيس. برضو سماح عملتيها، لكن مش هذا البوينت اللي أنا كنت بدور عليه. 30 ثانية تقدري تقدري. جميلة. أبغى أشوف هنا. إيش اسمك؟ عدي. عدي برضو عندك فن إبداعي، لأنك أنت كملت. شوفوا، ممكن أنتوا بعدين تتبادلوا الأوراق مع بعض وتشوفوا. عدي عندنا في الشكل المثلث عجبتني جدا فكرتك، إنه خلى المثلث كأنه وردة، كمل عليه، فمو بس اعتمد على الشكل الموجود. فأي واحد فيكم أضاف للرسمة معناته هذا إنسان خلاق. أوكي، عشان كده أشوف. مين؟ What was your name? رولي. رولي. Okay. رولي ما شاء الله عنده very creative. إنه برضو نفس فكرة الأستاذ، رسم استفاد من المربعات، عمل فيها وجه، وكمان الرسمات اللي عنده بصراحة متقنة. عامل أشكال جدا very nice. The house. كمل برضو. طيب الفكرة حلوة. أمينة. يعطيك العافية. أمينة برضو رسمت، ما شاء الله مبدعين يعني كثير اليوم في المحاضرة، فرحتوني الحقيقة. يعني السيدات بيتفوقوا على الرجال يا جماعة. بشوف، أنا شايف السيدات رسمين رسمات كومبليتلي ما شاء الله. روعة ما شاء الله على الرسم الراقي، روعة الشكل. يعني شوفوا يا جماعة الفكرة من الرسمة دي. أستاذ وائل إيش عملت؟ لا لازم أشوف. لا بدي أشوف. لا بس حلو، عملت أكثر من النص، ممتاز. صاروخ، برافو عليك، ورسمك جدا نظيف، عندك اهتمام بالديتيلز. ميشيل شلين ما شاء الله، وردة دوار، رائع رائع رائع. يعطيك العافية. أشوف ليش بتضحك، ممتاز. محمد كمال حاطط الرسمات واضحة جدا، بالإضافة إنه كاتب اسم الشكل اللي راسمه. طيب زي ما قلت لكم أخواني، يعطيكم العافية على المبادرة الحلوة دي. الفكرة من التمرين ده يا أخواني قياس مستوى الإبداع لديكم. طب كيف أنا أقيس؟ أنتوا حتى ممكن تجربوها مع أخواتكم، مع زوجتك، مع زوجك، أحد عندك في العمل، عشان تقيسي مستوى الفن لديه. هتقولي له ارسمي له الأشكال بسيطة، وتقولي له كمل لي الشكل بما تتخيله. فاللي يرسم بسرعة واللي يخلص ويعطيك رسمات كومبليتلي تمام، هذا إنسان مبدع، لازم تستغله. وإيش؟ وتعطيه الوظيفة المناسبة، تحط الشخص المناسب في المكان المناسب. بينما لو ما رسم ولا شيء، ده إنسان أنت لازم تحفزه، لازم تدخل عنده موضوع الإبداع. كيف ندخل موضوع الإبداع؟ التخيل، imagination. إيش الفرق بين ده المصور المؤدي للعمل وده المصور الفنان المبدع؟ imagination، بيتخيل، فاهم، عارف إيش يبغى يعطي، عنده مستوى حس عالي، الكوميونيكيت مع الطبيعة بحواسه مو فقط حاسة البصر. لذلك أنا أعطيتكم ده التمرين، يعطيكم العافية. رح ناخد بريك ونرجع بعد 20 مينت نكمل المحاضرة. تفضل حنان. فين حنان؟ حنان باقي لك ثلاث أشكال يا حنان. ممتاز، عجبتني شركة مرسيدس. مرسيدس حلوة. تليفون، برافو عليك. تفضل.
مساء الخير جميعا. يعطيكم العافية. نستكمل محاضرتنا عن إتقان التكوين الفوتوغرافي. أخذنا من العناصر وقلنا إنه إحنا اليوم عشان نستفيد أكثر وترسخ المعلومة لدينا التركيز في التركيز. أخذنا من عناصر التكوين أول شيء وأساسا الاتزان. الاتزان عنصر مهم جدا من عناصر التكوين لا يهمل، الاتزان في كل شيء. رقم 2 أخذنا المساحة والفراغ، رقم 3 البساطة، رقم 4 التباين، 5 الخط. وصلنا الخمسة، بقي لنا 5 تمام. الآن وصلنا لهذه الصورة وقلنا إنه فيها من الخطوط، أحتاج شخص يذكرني بأنواع الخطوط اللي إحنا شرحناها، أنواع الخطوط في الرسم. لا ما فيش خط دائري. الحلزوني، المنكسر، المتعرج، المستقيم، المتقطع، والمنحني قلتها. يعطيك العافية. إذن تقريبا 6 أنواع من الخطوط الأشهر والأبسط. قلنا في هذه الصورة وصلنا إنه هنا في خطوط متوزعة ومتفرعة. لو أنا طليت في يدي وعطيت مثال بسيط، أصابع اليد متوزعة من الكف، صح؟ بما يعني إنه الكف هو الأساس، صح ولا لا؟ صح؟ والأصابع هي المتوزعة. فأنا أول ما تيجي عيني في هذه الصورة وفي هذه اللقطة لا شعورياً وحاجة خارج عن التحكم، لو درت وجهك أو درت وجهك وطليت من جديد راح عينك تيجي هنا. ليه؟ لأنه هنا مركز الاهتمام. وإيش يعني مركز الاهتمام؟ يعني العنصر الموظف في هذه الصورة بالتحديد هي الخطوط والخطوط المتفرعة. نكمل برضو. هنا في صور من الطبيعة، المكان مختلف عن الآخر، لكن في تركيز على الخطوط، الخطوط المتعرجة اللي من الأشجار، بالإضافة ليش؟ لا هنا ما في مستقيمة نهائيا. بالضبط، الليدنج لاينز اللي هي الخطوط القائدة والإرشادية مع خطوط الشجر. لو أنا فكرت كمصور أو كمصورة بوعي العام، هل الشجرة الموجودة في آخر الصف هي نفس مقاس الشجرة الموجودة في المقدمة؟ طبيعي حتكون بنفس الارتفاع، بس مش إنه بالنسبة والتناسب، لكن ما راح تكون تايني صغيرة كده، هي بالأساس. لكن إيش السبب اللي أعطاني هذا العمق والدبث؟ بالضبط، الزاوية، البرسبكتيف، المنظور، إلى آخره. نفس الشيء هنا، توظيف للخطوط المتعرجة، ونقول ممكن تكون كلها متشابكة مع بعض، بحيث إنه يعطيني إحساس إنه في أبعاد من الأعلى إلى الأسفل، بينما هنا الأبعاد صح؟ جاية مختلفة. إذن توظيف الخط جدا مهم لإيصال المعنى في الصورة. هل تطبق الخط الإرشادي في تكويناتك؟ الكثير يعرف الخط الإرشادي، والقلة يجهل ما هو الخط الإرشادي. What is the meaning of leading lines? Leading lines هي خطوط وهمية، ما أنت ما بتشوفها بعينك، لكن بتؤثر في عقلك الباطن وفي الرؤية إنك أنت كيف تستقبل الصورة. تعالوا نشوف نماذج. ستيف ماكوري أشهر المصورين اللي أثبت اسمه في حول العالم، ولو أنت كتبت Who's the famous photographer in the world في جوجل راح يطلع لك منهم ستيف ماكوري. ليه؟ لأنه طبق القواعد، ومن ضمنها استخدم الليدنج لاينز اللي هي الخطوط، والخط هو عنصر من عناصر التكوين، صح ولا لا؟ الخط هو عنصر واحد بس. لذلك اللي يفتكر أنا في أول عنصر الخط إيش قلت لكم؟ قلت لكم هذا العنصر جدا مهم، أرجوكم لا تهملوه في صوركم، سواء كانت طبيعة، سواء كان ماكرو، سواء كان أبستراكت، تصوير بورتريت، إلى آخره من المجالات. لا تهملوا ده العنصر لأنه جدا مهم وينجح ويعزز من قيمة الصورة. طيب
واضح هنا طبعا الليدنج لاينز كل الخطوط. لو حللنا الصورة إلى خطوط لوجدناها كلها بتعطي بوينت ومؤشر لمين؟ للشخص الماثل أمامكم في الجهة اليمين. هي في الواقع ما هي موجودة، لكن هو رسمها عشان يعطيك توضيح أسهل للفهم. طيب هذه صورتين مختلفة تماما بزاويات مختلفة، لكن هنا توظيف للخط، وفي هنا كمان نوع من التباين. مين يقدر يقول لي أو يشاركني رأيه إيش التباين الموجود في هذه الصورة؟ صح فيها خطوط وفي ممتاز، مين قالت الاتجاه؟ يعطيك العافية، تباين في اتجاهات الخطوط. أول ما أطل فيها عيني بتروح معاها كده، صح؟ صح ولا لا؟ بينما البنت اللي واقفة هنا جاية كيف؟ بالعكس. إذا في تباين، في بالإضافة إنه تباين بين الأبيض والأسود أكيد. الصورة الثانية الليدنج لاينز، الخطوط الإرشادية. إيش يعني خط إرشادي؟ تعالوا نشوف إيش يعني خط إرشادي. الرمل، الدبث، العمق الموجود، الظل مع منطقة الرمال، المنحنيات في الخطوط كلها رايحة لمين؟ رايحة فين؟ رايحة يمين، يسار، فوق، تحت؟ لا، كلها رايحة باتجاه مين؟ الشخص الماثل أمامكم اللي جالس. فهذه تعتبر مؤشر زي ما قلنا، وبتاخد العين ليش؟ للمعنى اللي انت تبي توصله. هذه كأمثلة. مثال ثاني leading lines، يعني مو شرط بس في الطبيعة، ممكن انت كمان تتفنن بإظهار العمل اللي بتريده من خلال الخطوط. هذا طبعا درج موجود في متحف في ليون في فرنسا، من أشهر المتاحف اللي يعني تصميم الدرج فيها الرائع، لدرجة ان انا جلست هنا تقريبا يمكن اكثر من ساعة. هو متحف في ناس طالعة ناس نازلة، فكان من الصعب اني انا يعني اصور بوجود الناس، وانتم عارفين في المتاحف يمنعوا الترايبود. فانا جلست ساعة وتحديت نفسي وقلت لازم اطلع على الاقل بصورة واحدة من هذا المكان. فانا اخذت الزاوية دي بحيث انه تعطيني الخط ده اول ما تطل في الصورة راح تركز هنا في المنتصف. اذا انا وظفت الخطوط ليه؟ للمشهد. اذا هذا leading lines. هنا هذه طبعا leading lines. الان لو احنا قلنا في التكوينات، في عفوا في القواعد، في قاعدة من القواعد في التصوير ايش هي؟ الفريمينج، صح؟ التقطير في الصورة، كلنا نسمع أطر الصورة، تقطير الصورة. ايش يعني الفريمينج في الصورة؟ الفريمينج ان انت تعزل بعض المساحات في الصورة وتركز على الداخل بأي نوع من انواع الفريمينج. فهنا خطوط، لو انا طلعت هلاقي في الاساس انه هي عبارة عن خطوط وخطوط ارشادية. هنا انا ممكن اوقف في الوسط، وفعلا يعني انا ممكن اصور من كذا زاوية، لكن في النهاية وجود الخطوط في الصورة البعض يستغرب يقول طب ليش انا بصور الحديد؟ طب ليش انا قاعد اجي في الاطراف؟ هذا هو المعنى، هذا هو الريدنج لتوظيف عنصر الخط في الصورة. طب تقول لي ليش انا جيت هنا من الطرف؟ لانه المصور عنده فكرة يظهر الخطوط في الصورة. ايش هي هذه الخطوط؟ الليدنج لاينز. ليش؟ بتاخذ العين وتوصل الصورة مباشرة الى التحليل في العقل. هنا ايضا توظيف للخطوط leading lines. لاحظوا خطوط مستقيمة، خطوط مائلة الى اخره، الصورة كلها خطوط، لكن في النهاية خطوط الارض ايش وظيفتها هنا في الصورة؟ ليش هي المساحة الاكبر اخذتها؟ لانها هي leading lines. اذا I have to understand معنى الخط في الصورة وايش واوظفها بشكل يخدمني انا كمصور ليستمتع فيها المشاهد ويقراها طبعا بالشكل الصحيح. هنا ايضا هذا في مركز اثراء، عفوا هنا هذا متحف الاوبرا في كوبنهاجن، من اروع المباني المعماريه اللي شفتها يعني في حياتي. ما هو كبير جدا، لكن كل زاويه فيها مدروسه من ناحيه التصميم. فيعني انصح جدا انكم تدخلوا تقراوا عن هذه
المتاحف في الانترنت. هذا طبعا هذا مركز إثراء. هنا مين الخط القائد؟ الليدنج لاين بالضبط، الدرج او الاسكليتر هو الخطوط القائدة. مع انه البعض ناقشني في هذه الصورة، البعض من اصدقائي قالوا لي طب ليش يا استاذة هناء هنا الليدنج لاينز مو كل الخطوط مستقيمة، هنا هذه مستقيمة اتجهة للأعلى ليدنج لاينز، طب هنا في خطوط بالعرض، هل أنا أقدر أفصل الدرج؟ ما أقدر. من جمال المشهد أنه يكون واقعي، فأنت لما تصور درج بتثبت للشخص اللي قدامك بشيء واقعي فعلا هذا درج اسكليتر، في نوع من الاتزان واضح الستبس حقتها. فأنا ما أقدر ألغي الجزء ده حتى لو بالفوتوشوب عشان خاطر بس أخلي خط مستقيم، صح ولا لا؟ ريزنبل، صحيح؟ فهمتوا إيش قصدي؟ الفكرة؟ بعض الأصدقاء قالوا لي ليش ما تلغي الدرج ده وتخليه فقط خطين كده متجهة للأعلى؟ أنا ما أقدر ألغي الصورة، معناها هذه ما ينفع ألعب فيها بالفوتوشوب، صح ولا إيش رأيكم؟ هي جمالها إنه في درج. إنه إيه؟ تعريض طويل؟ بالضبط، باللونج إكسبوجر يعطيك العافية، بس طبعاً ما جاء في بالي في وقتها، لأنه قلت لكم في المتاحف للأسف بيمنعوا موضوع الترايبود، فمن الصعب إن أنا أخذ لونج إكسبوجر، لكن فكرة حلوة عجبتني، إن شاء الله راح أطبقها، إنه قصده الدرج يكون باللونج إكسبوجر إيه؟ لاين متحرك، رائع، برضو فكرة. فحالياً الآن هذه هي خطوط قائدة. هذه صورة المصور المشهور ديفيد جومز. خطوط قائدة، يعني إيش أشرح في الصورة دي؟ واضح من خطوطها ومن جمالها وبساطتها، تكوينها جداً بيرفكت، ما أقدر أقول غير بيرفكت، صح ولا لا؟ اللونج إكسبوجر، التكوين، الاختيار بالنسبة لقيادة العين للخطوط، لاحظوا الخطوط هناك وهذه الخطوط، يعني اختياره كمان لي القواعد اللي طبقها تعتبر قواعد قوية، وأيضا الليدنج لاينز. هذه الصورة أخذتها في سانت ميشيل، جزيرة في فرنسا، والله يسلمك شكرا. هذه خط قائد ليدنج لاينز، للأسف ما كان عندي مجال ولا الجو كان ماطر وصعب جدا، ما قدرت أصورها باللونج إكسبوجر، لكن يكفيني إن أنا أعطيت معنى للخط الليدنج لاينز هنا جدا قوي في الصورة دي، يعني كأنها جاية على التايم على الصميم. تفضلي تفضلي. باك كروب تقدري تعملي للصورة بوستين، واحد بالفكرة حقتك، واحد تسيبيها عشان ما تشعري انك انت قصيتي من المشهد، ففكرتين تخليها بالليدنج اللاينز اللي انت تبغيه، والثانية تسيبيها على ما هي عليه، تمام؟ طيب إذن هذا كمان لاحظوا هنا الاتزان في المساحات، احنا قلنا من أول لو عدنا مساحة هنا أكبر ومن السماء أقل، ليش؟ لأنه أنا عندي تركيزي على مين؟ على الأرضية أو الأساس اللي هي الخطوط، لذلك هنا المساحة أكبر من السماء إلى آخره. نفس المكان لكن بزاوية أخرى، استفدنا من ضوء السيارات، وأنا جداً أعشق هذا النوع من التصوير اللي هو اللونج إكسبوجر، مرة أحبه كثير، يعني كل ما جاتني فرصة أقدر أصور راح أغامر وأصور. استفادة من ضوء السيارات لأنه يعطيك على طول خط قائد ليدنج لاينز لمين، وبالأساس هذه مش سيارة باص، عشان كده الإضاءة جاية أعلى للأعلى، لو كانت سيارة راح تلاقي النور فقط من تحت، بينما باص أكيد يعني فاهمين انتوا الفكره.
فهذه leading lines بالإضافة للجسر خطوطه كلها رايحة لمين؟ للجزيرة. نجي الآن للحجم. خلصنا من الخط وقلنا الخطوط لو أنا رسمت خط كده وخط كده وخط كده وخط كده إيش أعطاني؟ shape. إذن مجموعة من الخطوط تعطيني أشكال، مجموعة من النقاط تعطيني خطوط أو خط. لو أنا رسمت نقاط مستمرة بجنب بعضها وصلتها رح تديني خط line. لكن أنا لو رسمت خط كده إيش أعطاني؟ شكل. إذن بالتالي إحنا بنتدرج في عناصر التكوين. الحجم قصدي. الحجم التعبير عن أشياء حقيقية مثل الأبنية، بحيرات، جبال، أجسام مختلفة، كلها لها طول وعرض. طول والعرض والارتفاع اللي هي الكتلة، يعني الجسم، الشيء اللي إحنا بنصوره. قد يكون حجم العنصر المراد تصويره 2D dimension أو 3 dimension. أحب أعطيكم مثال بسيط وظريف عن موضوع 2 dimension و 3 dimension. كلنا نعرف زمان كانت الألعاب البلاي ستيشن الجيمينج اللي هو الشخصية دي اللي هي اسمها ماريو. عارفين ماريو؟ مين لعب في ماريو قبل كده؟ أنا كمان. ماريو القديم كانت شخصية من أول الجيم لآخره، هو يطلع يمشي ويجي فقط 2 dimension، طول وعرض فقط. بينما ماريو في 2016-17-18 إيش صار؟ 3 dimension. بتشوفه، بتشعر فيه، بتشوف ظله، بينط، بتشوف ثلاثي أبعاد. نفس الشيء في التصوير، أنا ممكن أعطي للمشاهد إحساس 2 dimension و 3 dimension. كيف؟ تعالوا نشوف من خلال الصور. يعتمد حجم التكوين، حجم التكوين نفسه اللي انت بتصوره، على معاني وحيل بصرية. من الأساس قلنا حيل بصرية يعني imagination، تخيل. ولما أتخيل الشيء أقدر أوصله لمين؟ للمشاهد. احنا ايش همنا في هذا الكون احنا كمصورين؟ مهمنا انه احنا نرضى عن العمل، مهمنا انه المشاهد يستمتع بالشغل، صح ولا لا؟ اذا مهم كمان عندنا ننتبه لموضوع الحيل البصريه. ليه؟ عشان يعطيك different meaning. الحجم بيكون متدرج، الحجم بيكون في شيء كبير وشيء صغير، الحجم ممكن نصغره نكبره حيل بصريه. طب كيف اعطي احساس انه الحجم ده صغير؟ لما اخذ ايه بالضبط؟ الزاوية العلوية. يعطيكم العافية. الزاوية اللي من تحت إيش تعطيني؟ تكبر. مع إنه الشخص يكون هو، لكن أخذ لقطة من فوق وأخذ لقطة من تحت، إيش بيصير؟ اختلف تماماً. المينينج اختلف. إذن هنا لو هقولنا هذه الصورة، هذه فازة صورتها، هذا كونسبت يعني عمل مفاهيمي من أقدم الأعمال عندي، لكن مرة أحبه. صورت دبي من زاوية علوية وصورت الفازة من زاوية أمامية ودمجت الاثنين مع بعض، وأنا سميتها مدينة الصغيرة. ليش؟ لأنه كأنه أنا قاعدة يعني أشوف دبي دائما. كيف الواحد بيشوف الوردة في الفازة دائما وبيسقيها ويهتم فيها ويحط لها موية؟ مدينة الصغيرة كاحتواء لي، مع أنها مدينة قديش كبرها لا يمكن، لكن فكرك هو اللي بيأثر فين؟ في المعنى. إذن الحجم، حجم مدينة داخل فازة. هناك أحجام الهولز، هذه الثقوب الموجودة في المبنى، هي إيش؟ متساوية؟ الأحجام دي في المبنى تشيز بيلدينج أو هنا في دبي موجود، ها؟ قد بعض الأحجام دي مختلفة، لكن بما إنه الزاوية هنا مؤثرة في مشهد المكان من تحت، فراح يعطيك إحساس باللانهائية من الأحجام. هنا عندي حجم، طبعاً هذه الصورة معروفة تيم وولس، الكفر أو إحنا نسميه الكفر، هذا إيش تسموه أنتو؟ okay.
الجنط أو إلى آخره، هو نفس الأمامي، هو نفس الخلف الوراء، لكن الزاوية هنا أثرت وعطتني إحساس بإيه؟ إنه هنا أكبر. إيش السبب؟ من أهم ما يميز أعمال هذا المصور إنه يعطيك إحساس بالفخامة، بالتميز. ليش؟ دائما يأخذ الزوايا من تحت فيكبر لك الأحجام، مع إنه هي حجمها عادي، صح ولا لا؟ نأخذ مثال تاني. هنا مشهدين مختلفين. في الصورة دي البنت صغيرة، واضح حولها الباب والفانوس إلى آخره. هذا بيعطيك إحساس بحجمها الطبيعي والحقيقي فين؟ في المكان. بينما في الصورة الثانية بيعطيك إحساس إنه الولد أكبر، أو بالأصح يعني بيقلل لك من حجم المبنى. هذا الفيلينج اللي بيوصلنا وإحنا ما بنتحكم فيه. ليه؟ لأنه عيننا بتتلقى المعلومة وعقلنا بيترجم، فهنا في حيل بصرية. الحيل البصرية لابد إن إحنا لما نطبقها في الصورة يكون برضو لها معنى مهم. طبعا وجود الأشخاص في الصور يعطيني مثال واضح للأحجام الحقيقية، صح؟ لأن أنا ما أقدر ألعب في الناس أطولهم أصغرهم في وجود المشهد أو السين الكامل. أنا الآن تركيزي في المشهد على مين؟ بالضبط على التمثال وعلى حجمه لونه إلى آخره. فبالتالي وجود الأشخاص رح يبين لي قديش حجم المجسم، بالإضافة إلى أنه هنا في leading lines. إيش leading lines؟ تمام بالضبط، صحيح كلامك، اللي هو البنت قاعدة بتصور مين؟ المجسم. فبالتالي أنا كمان قاعدة أصور المجسم وبصورها هي، فهنا في قراءة حلوة إنه إيه تركيزي على مين؟ على المجسم. طيب هنا بالنسبة للحجم بنتكلم في عنصر التكوين الأحجام. لما أشوف صورة دي أول ما يجي في بالي قباب ومآذن، صح؟ طيب إيش يهمني في هذه القباب؟ لو أجي أطل هل بأركز على الخطوط؟ لا، بركز على حجم وشكل أكثر شيء، الحجم، لأنه في تنوع في الأحجام. إذا أنا أقدر أفهم المصور إيش قاصد من دي الصورة. هنا تركيز على، ممكن تقولوا لي أشكال، صحيح أشكال، لكن كمان الأكثر بالنسبة للحجم، 1، 2، 3، في أحجام متفاوتة. هذه الصورة الجدة في على الكورنيش منتزه الشراع، لاحظوا طبعا منتزه كبير جدا، لكن بما انه من الاعلى اخذناها فكيف جات الصوره؟ كانها العاب، كانها لعبه او حاجه كده صغيره تايني، كان واحد قاعد بيركب شيء. فهذا برضو تاثير، شوفوا الاشكال كيف، الاحجام كلها صغيره. اذا مهم جدا بالنسبه للحجم تنويعك في الزوايا. وضحت الفكرة؟ في أحد عنده استفسار؟ مثال حابين تحطوه؟ طيب هنا أيضا الحجم، أول ما تطلوا في الصورة دي راح تقولوا إيش ده؟ مبنى دي دي بي دونغ دي مونغ بلازا في كوريا، تصميم المصممة زها حديد، وأنا من عشاق المصممة دي صراحة. مين كمان يحبها؟ الله يرحمها، كانت مثال، وفي طبعا كثير، لكن رائعة هي الحقيقة، وتصاميمها يعني تبهر، تخليك كده منبهر. فالصورة دي توضح قديش كبر حجم المبنى أو المتحف باختيار. طيب في كمان عنصر تاني قوي في الصورة، مين يقدر يقول لي هو؟ يعطيك يس سدرة، ثانك يو، اللي هو leading lines، الخطوط، خطوط كلها متجهة للمبنى. بالإضافة كمان وجود الأشخاص يبين لي الحجم الحقيقي للمبنى. نجي الآن للشكل. أنا شوية لخبط بين الأول الحجم، قلت لكم إنه الشكل، لأنه الحجم مرتبط جدا بالشكل، صح ولا لا؟ فما يفرق تحطوه في لو هو التقسيم مجرد للفهم، لكن الشكل يجي بعد الأحجام. نظرية أفلاطون، الشكل هو الشيء، البنية، تمام؟
هو الأساس الذي يسعى المصور إلى التقاطه، بينما يسعى المتلقي للاستمتاع به. الشكل، أنا بصور وردة، بصور شجرة، بصور سفينة، بصور مبنى تاريخي، بصور متحف، بصور الكعبة الشريفة، بصور برج من الأبراج، بصور شخص نايم في الحديقة، بصور رجل كبير في السن بتفاصيله. إذن هو هذا الشكل اللي أنا قاعدة أصوره وأوصله للآخرين. التركيز على الهدف، كثر الأشكال ممكن يشتت نظر وفهم المشاهد، لذلك ركز على الشكل اللي أنت بتصوره. ما هو مصدر الإلهام لديك؟ من فين تستلهم من الفن؟ صحيح، الطبيعة. من فين بتستلهم أفكارك؟ أصدقائي ممكن، إنترنت ممكن، يكون في شخص زي زها حديد أنا أحبها، يعني ما هي مصورة لكنها معمارية، لكن أنا أستلهم من أعمالها. الله يسعدك يا سماحة، تفضلي. التغذية البصرية، كلام جميل جدا. أنا أستلهم الفن وعشان أبني عملي من التغذية البصرية، كلام جدا جميل. من مين كمان أقدر أستلهم الفن؟ من فين؟ من الشعر، من الشارع، من الناس، من أولادي في البيت، من أصدقائي في العمل، من أحلامي، من خيالاتي. فعلا من كل شيء أقدر أستلهم الفن، مو بس من الطبيعة. تمام؟ إذن مهم جدا يكون في عندك مصدر إلهام. الآن هذا طبعا الشكل، تصوير البورتريت من أجمل وأرقى ويعني كل الأحاسيس موجودة في تصوير البورتريت. ليش؟ لأن أنت قاعد توصل إحساس إنسان، ولما أشتغل على الإحساس مهم جدا أني أنا أبسط الموضوع. تركيز على الهدف قلنا، صح ولا لا؟ هذه صورة بورتريت لواحدة من صديقاتي، فنانة تشكيلية، غدير حافظ، إنسانة عالمية في معارض 24 ساعة خارج داخل المملكة. بورتريت سيمبلي، بسيط. الصورة الثانية برضو لي آرتست في إحدى شوارع لندن. أنا ماني فانز كثير على البورتريت، لكن ما يمنع إنه الإنسان يصور الأشياء اللي يشعر فيها. إذن الشكل. الآن هذه الصورة برضو في كوريا، بلد الجنون المعماري. هذا مجسم لليد، أول ما تطله على طول راح يستوعب العقل إنه هذه صورة يد، صح ولا لا؟ طيب، من عناصر التكوين البساطة. تمام؟ هل هذه الصورة فيها اليد كاملة ولا فقط إصبعين؟ فقط إصبعين. إذن هنا طبقت عنصر البساطة، طبقت عنصر الشكل، صح؟ والليدينج لاينز، الخط. إيش باقي كمان؟ اتزان. إذن أنا لازم أدرس إيش أبغى من الصورة، مو بس أركز في إضاءة، مو بس أركز في زاوية، مو بس أركز والله قاعدة التكوين، لا، هذا شيء تاني كمان مختلف. الآن نتكلم على العناصر. طيب، هذا نموذج، صورتين مختلفة، عفوا نفس المكان بس في فالنسيا، متحف ساينس اند ارت معروف، متحف العلوم والفنون. بس طبعا هذا جزء وهذا جزء. لما اجي اطل في الصورة انا كمشاهد او كمصور او كأي انسان، على طول ما اشوف الشكل، صح؟ الشكل هنا القمعي، رح استنتج، اقدر احلل بعقلي انه هذا الشكل القمعي، وهنا اشكال الهندسية المتداخلة. إذن هنا تركيزي في هذا العنصر من عناصر التكوين، الشكل. هذه صورة مشهورة جدا للمصور، انا اعتبره يعني مصور ملهمي، استاذي، استاذ عصام تلحامي، كلنا مين يعرفه؟ اللي ما يعرفه يتابع اعماله، إنسان رائع، عماله كلها مدرسة من الدراسة. طول في العمل تقول ده ما خلى ولا عنصر تركه من عناصر التكوين، مدرسة. أستاذ عصام، هذه طبعا صورة أول ما تطل في أمريكا، في أريزونا. أول ما تطل هنا ما راح يجيك في بالك تقول لي لون
أو تقول لي بساطة. لا، هنا راح يجي إيه؟ حجام بالإضافة للشكل. إيش يبغى يوصل المصور هنا؟ يبغى يوصل العمق والدبث من هو أعماله كلها بالشكل ده، عمق. تمام؟ ممكن يكون في شكل يشبه وجه، يمكن يكون في شكل يشبه طائر. إذن هذا هو الحيل البصرية في هذه. برضو صورة للأستاذ الرائع باسم اليوسف، صورة يعني معبرة، لا تعليق، مشهد متكامل. إيش بيهمني الآن؟ بس الإضاءات والألوان؟ لا، بيهمني الشكل، اختيار المصور وكيف الانعكاس وكيف الجسر جاي، الأشكال in general. فهذه صورة جدا يعني تشرح هذا العنصر بوضوح. تأملوها. طيب، هذا مبنى برضو حديث في بلباو، متحف من المتاحف. أول ما طل في الصورة راح أركز على shapes، كلها أشكال مختلفة. بعدين أبدأ أدخل بعقلي وأبدأ أستوعب، طب هذا إيه؟ طب الخط ده إيه؟ طب الديتيلز هنا الموجودة إيه؟ تمام؟ وأبدأ أدخل عاد في الإضاءة، أبدأ أدخل في موضوع الزاوية، الوقت، إلى آخره. إذن هنا العنصر الأساسي من عناصر التكوين اللي أخذته في هذه الصورة الأشكال. هنا أول ما نطل في الصورة عيننا بتيجي فين؟ صحيح، كم شخص عينه جات على السبايدر ده؟ كم شخص؟ تقريبا، ممكن في استثناءات، 3-4 ما يمنع. بالعكس، كل ما كنا مختلفين كل ما كان الفن أقوى. لكن بالأساس الفكرة هنا السبايدر هو الشكل، بالإضافة إلى هنا في تركيز على الأحجام، بيوضح لي قد إيش هذا الشكل مقارنة بحجم الناس، صح؟ بالإضافة إلى البساطة، ما عندي أي تفاصيل كثيرة في الصورة ممكن تشتت نظري، فبالتالي أنا ركزت على الشكل. تفضلي. هذا في بلباو في نفس المتحف ده، تمام؟ كوبنهاجن اسمه أو شيء زي كده. طيب، هنا كمان تركيزي بغض النظر عن التوقيت، هذا مبنى موجود في هامبورغ، شكل التوازي أضلاع، الشكل الهندسي الحاد اللي بيبين لي قد إيش دقة المصممين. أنا يعني لو ما كنت مصورة كان ممكن أكون مهندسة معمارية، من كثر ما يعني أستعجب وأستمتع بفن المعمار، فيا حظهم المصورين المعماريين. إذن هذا التركيز على الشكل. هنا برضو هذا المتحف الإثراء موجود في مدينة الخبر، متحف جدا رائع، كأنه مبنى حديث موجود في وسط الصحراء، يعني محاكاة للفيوتشر، فجدا المبنى عجيب كأنك في الفضاء أو سبيس شيب. فهنا التركيز على الشكل، أنا ما بيهمني لا لون ولا ديتيلز أكثر من إنه شيب، صح؟ إذن أنا لازم أقرر إيش أبغى أوصل من الصورة. طيب، تفضلوا، في أي استفسارات؟ طيب نكمل، خلاص بقينا جزئين أو شيء. طيب، حابين بس كده نعمل يعني نسترجع العناصر اللي أخذناها. أول عنصر أخذنا عنصر التوازن أو الاتزان. العنصر الثاني من عناصر التكوين كان المساحة، المساحة بالإضافة للفراغ، ما نهمل الفراغ في الصورة. رقم 3 البساطة، simplicity في الصورة. رقم 4 التباين، جدا مهم في الصورة، ولازم كيف صورتك تشرح التباين على حسب المشهد. مش كل الصور لازم تطبق فيها هذه العشرة، لا، انت وشطارتك والمينينج في اللي بتوصله. بعدين الخط، الحجم، الشكل. الآن ندخل في شيء جديد، اللون. وطبعا اللون يعتبر من أجمل الأشياء المؤثرة فين؟ في التكوين.
والدليل انه انا لو صورت صورة ابيض واسود برضو يعتبر شيء من الالوان. ليه؟ لان انا بعزل شيء وبركز بالبلاك اند وايت، فهو تكنيك معين. تعالوا نشوف اللون. نظرية اللون بدأت من اسحاق نيوتن اللي هي الالوان الطيف، اللي هي الالوان الطيف لما تتجمع كلها راح تديني اللون الابيض. هذه طبعا نظرية قديمة جدا. طيب ايش الالوان اللي الله سبحانه وتعالى خلقها في الطبيعة؟ ابغى معلومة اكيدة. يلا ايش هي؟ برافو عليك يا سماح. ازرق، اصفر، احمر. هذه الالوان احنا ما اخترعناها، موجودة، الله سبحانه وتعالى خلقها موجودة في الطبيعة. من دي ثلاث ألوان تفرع، نتكلم الآن أشياء في الطبيعة، هذه الألوان تفرع منها أخضر، برتقالي، whatever. صح صح كلامك، لكن على الثلاث معاك حق. الثلاث الالوان دي انا ليش بقول موجوده في اساسيه من ما الله خلق الكون، اوجد دي الالوان لكن ما اوجد بقيه الالوان، فمنها لما تندمج راح تدينا اخضر وبرتقالي. طب فكرني اجاوبك على النقطه دي بعد ما نخلص عشان لا يتشتتوا. تشوف اللون هذا وتشوفه موجود، لكن هي الحقيقه لو تحلله عن طريق العدسه هو حيطلع لك اللون. اعطاك الاجابه، يعطيك العافيه. فعلا ثلاثة الالوان، اقراوا عنها عشان بس ما نضيع الوقت للباقيين. الوان موجوده في الطبيعه، القصد منها انه هي موجوده، الانسان ما دمجها، ما انه هو اخترعها، الله سبحانه وتعالى اوجدها. من اندماج هذه الالوان مع بعض بنشوف باقي الالوان. والدليل انه النظريه اللي اوجدها اسحاق نيوتن لما اكتشف انه الالوان الطيف السته لما جو حللوها لقوا السته دي اساسا هي ايه؟ احمر، ازرق، اصفر. فعشان ما نلخبط الباقيين، علميا اللون هو اثر بالعين، انا اشوفه مو اسمعه مو ادوقه ولا المسه، لا اشوفه بعيني. اذا شيء مرتبط بالبصر، صح ولا لا؟ تحدث تأثيرات اللون نتيجة التباين في الخواص. كيف يعني نتيجة التباين في الخواص؟ كيف هذه الاندماجات اللي بتصير؟ كيف أنا البلتة حقت الألوان، كيف لما أدمج الأحمر مع البرتقالي مع الأزرق مع البني، كيف بتتم العملية دي؟ إذا في أشياء معينة لازم أعرفها. هذه الخواص اللي قائمة، أتكلم الآن على حاجات يعني مختلفة شوية عن التصوير، نتكلم على فنون، عفوا الألوان. تأثيرات اللون ناتجة عن التباين في الخواص، خاصية الشيء، خاصية المادة. ثلاثة أشياء مهمة في الألوان لابد نفهمها عشان الآن بندخل في الصورة. تمام؟ بندخل في الصورة من جديد. خواص الألوان، خاصية الشيء، تمام؟ هذه الثلاثة الأشياء. طب كيف أنا أعرف أقيم صورتي الفوتوغرافية؟ إذا لابد أعرف خصائص الألوان دي اللي موجودة كلها في الطبيعة، لون البشرة، لون السماء، لون الأرض، لون الفواكه، لون الخضروات، لون الكائنات الحية. طب كيف أعرف إيش أتصرف؟ إذا مهم جدا أعرف الخواص. ثلاثة أشياء عشان ما تتلخبطوا. أول خاصية إضاءة اللون، إنه اللون يكون فاتح أو داكن. أحمر فاتح أو أحمر غامق أو داكن، تمام؟ أزرق فاتح أو أزرق داكن، هذه معروفة. رقم اثنين إشباع اللون، الأزرق مشبع، تحسي إنه السماء من كثر ما لونها أزرق بوب كده بيطلع في العين، أو لون الوردة من كثر ما هو أحمر. إذن إشباع اللون رقم اثنين. رقم ثلاثة صبغة اللون، طبيعي هذا اللون، أنا إنسانة أقدر أميز، أي إنسان تقدر توري له الصورة تقول إيش ده؟ أخضر، أحمر، أصفر، برتقالي. إذا
صبغة اللون. هذه ثلاثة أشياء ما أعتقد أنه في يعني برأيي الشخصي في أهم من كده. أنا أفهم وبعد كده أعرف إيش أبغى أوصل من عنصر اللون في التكوين، تمام؟ إذن إضاءة اللون يا يكون فاتح يا غامق، إشباع اللون، تمام؟ تشبع اللون، لأنه في بعض المصورين يحبوا زي هذه الصورة، نرجع لها، هذا هذه الألوان إيه باهتة شوية، هل في تشبع لوني قوي؟ لا، بينما هنا إيش تشعر؟ أيوة اللون متشبع، يعني لون فاقع أكثر، تمام؟ إذن هذا بالنسبة لإشباع اللون. بالنسبة لصبغة اللون حنشوف الآن نماذج. صبغة اللون إنك أنت تميز إيش اللون، مو تروح تقول اللون الأحمر تقول لون أزرق. إذن هنا المقصود اجعل لصورتك بنية منطقية. الألوان لما تتقسم صنفوها ألوان باردة وألوان ساخنة، هل هي ساخنة إن هي ساخنة يعني تلسع أو باردة إنها لا. إذن في ألوان موجودة بعلية أساس قاسوها من الطبيعة، لون البحر، لون الشجر، كلنا نتخيل مع بعض لو أنت في حديقة كلها أشجار وكلها فواكه وكلها الأرض كلها جراس، إيش الفيلينجز اللي راح تشعر فيه؟ بالراحة، بالسكينة، بالهدوء. منظر البحر، أي إنسان بيروح البحر إيش بيشعر؟ بالغم والاكتئاب والزعل ولا كيف؟ بتشعر بالانطلاق، بالهدوء، بالصفاء، صح ولا لا؟ إذا قاسوا هذه الألوان من الطبيعة. بما الألوان الساخنة أو الدافئة اللي هي مثالها الشمس، إيش لون الشمس؟ تخيلوا لون الشمس أزرق، هل كنت حتشعر بالدفء؟ سبحان الله. إذا الله جعل كمان أمثلة الألوان هذه الموجودة في الطبيعة، والعلماء والفنانين لما نشبهوا أعطونا نماذج حقيقية. الشمس لونها أصفر، إيش كمان؟ النار لونها إيه؟ أصفر، أحمر، برتقالي، مما يشعرك بالدفء، صح؟ لذلك ينصحوا الفنانين اللي بيصمموا الأثاث والمفروشات إيش بينصحوا؟ إنه غرفة المعيشة تكون ألوانها دافئة، برتقالي، أصفر، أورانج، الألوان اللي هي المبهجة. ليه؟ لأنه هذه living room لازم تشعر بالسعادة وانت جالس فيها، بالحيوية، بالنشاط. بينما غرف النوم بينصحوا إنها تكون بالألوان السوفت الهادئة، البيج، الأزرق، الأخضر، الدرجات الجري، الألوان الفاتحة. وهذه فعلا دراسة حقيقية. طيب كل لون من الألوان يمتلك دلالات خاصة، وعن طريق اختبارات الألوان أدخلوا الإنترنت في جوجل راح تلاقوا تيست للألوان، تعملوا تشوفوا أنتم نفسيتكم رايحة لأي ألوان. وهذه اختبارات علمية، ما هي يعني جيمز وتريك وكيو، لا، هذه اختبارات علمية، تمام؟ فتجربوا فيها تعرفوا كيف أنتوا نفسيتكم رايحة لفين، تعرفوا إيش المجالات اللي ممكن تناسبكم كمان في التصوير. معلش هنا نرجع. بالنسبة للألوان التدرج، ممكن أنا صورتي تكون ألوانها متدرجة، ممكن صورتي يكون فيها تضاد زي البلاك أند وايت، زي الأحمر والأخضر، ممكن يكون فيها تشبع، تناسق، تشابه وسيادة، بالإضافة للحيل البصرية. تعالوا نشوف هذه الصورة. طبعا هذه الصورة واضح إنه هي غرفة إيه؟ بيدروم. واضح من الألوان إن هي الألوان هادئة، تمام؟ بالإضافة لي حتى الأكسسوارز الموجودة كلها فيها نوع من التباين. إذا أنا أخذت ألوان فاتحة جدا وكسرتها بإيه؟ بتكلم على الآن بالنسبة للفرش، ما بنتكلم على الصورة نفسها، إحنا ما بنتحكم الآن في اللون، لون الديكور إن جنرال، الألوان الهادئة بالإضافة للتباين بإيش؟ بالغامق مع الفاتح. نجي هنا الصورة، الألوان صحيح اللي هي طبعاً هو إنه زي الريستورانت أو شيء للشباب،
هنا موجود في 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 دبي. بس الفكرة من الصورة إنه شوفوا كيف الدفء في الألوان، بالإضافة لاختيار الخشب في الأرضيات وفي الجدران، يعطيك نوع من الوارمينج، الدفء، تشعر إنك أنت في مكان كوزي كده، مكان دافئ، تشعر بالحيوية، بالاحتواء، بعكس الألوان الموجودة برا. شايفين الألوان اللي برا؟ ألوان كلها سوفت. فهنا في برضو اتزان بالنسبة للمشهد، الصورة الأمامية خلاص، المشهد اللي قدام مع الباكجراوند. هنا في عزل لوني. طبعا محبي عزل الألوان راح يفيدهم هذا الموضوع بالنسبة لعنصر التكوين، اللون، يلعبوا في الألوان كثير. فهنا مثلا هذا في فرنسا في باريس كان ملفت جدا، وضع القنينات هذه اللون أحمر مع اللبس حق اليونيفورم الأشخاص. فكان فكرة إني أنا إيش أستخدم أسلوب العزل، صح ولا لا؟ بدل ما أخليها صورة كده زحمة كلها ألوان وما حستفيد شيء، فكان فكرة نايس إني أنا أعمل العزل اللوني. نجي للصورتين هنا. فكرة الصور هنا مش بس الشكل، كان البارت الأساسي من عناصر التكوين اللون، لاحظوا كيف، وكمان تشبع اللوني عشان يعطيك إحساس بالوارمينج في المكان. هنا نفس الشيء، في عزل لوني عشان نوضح تفاصيل الطائر، ألوان الريش سبحان الله مع العين إلى آخره. طبعا هنا الصورة اللي فوق صورة برضو المصور فادي ثابت، عجبتني جدا إنه فيها تباين لوني، ألوان باردة والألوان الدافئة، شوفوا كيف كونتراست، تباين لوني. هنا برضو تبا، تخيلوا معايا لو كانت الأمبريلا دي أو الشمسية لونها أبيض for example، أو أسود أو أخضر، هل كانت حتكون ملفتة؟ لا. إذن أنا هنا وظفت عنصر اللون في الصورة بطريقة بسيطة وجميلة، إنه في كونتراست بين الألوان. نجي هنا نفس المكان، هذه مدينة في فرنسا، مدن الجميلة جدا، كولمار، نفس الصورة بس طبعا بتوقيت مختلف. لاحظوا كيف الألوان أعطتني إحساس كده منجذب إلى الصورة، كأني أبغى أدخل داخل الصورة، صح ولا لا؟ الألوان، هل هنا تركيزي مو كثير على المباني، مش باينة، لكن أول ما تطل عيني، عيني بتيجي فين؟ colors كل الصورة. إذا أنا على حسب فكرتي إيش أقدر أنجح من الصورة. بينما هنا كمان فوق الوقت مختلف شوية، بدري يعني قبل المساء، لاحظوا برضو في كونتراست بين الألوان. هنا الصورة نفس المشهد، لكن حبيت أقول للناس اللي يقولوا مثلا والله هنا كثرة الألوان يا هناء في الصورة، ليه ما خففتيها شوية؟ فأنا أقول دائما إذا كان المشهد باهت، ليش لا؟ ليش لا؟ ممكن أزيد الألوان إذا كان مشهدي بسيط جدا. لذلك في تصوير البورتريت والأشخاص، في بعض المصورين اللي يحبوا يصوروا الأفراح، إيش بيعملوا في البرايد العروسة؟ إيش بيعملوا؟ بيزيدوا الميك اب، صح؟ صح ولا لا؟ بيزيدوا الميك اب فيها عشان تصير ملفتة أكثر. فأنا أقول لهم هذه هي الفكرة من الصورتين. نشوف الملمس، وصلت فكرة الألوان؟ في أي استفسار؟ أنا شفتكم إنه سرحتوا مع الألوان شوية. في أي استفسار؟ طيب نكمل. الملمس جدا واضح المعنى، ملمس الشيء، وأنا ممكن أظهر الملمس في صورتي لما يعني بطرق معينة نشوف الآن. تتميز الملامس عن بعضها سواء كانت طبيعية، صناعية، خشنة، ناعمة، محببة، محببة يعني ملمسها كده بارز، من خلال الاختلاف في فصيلتها أو ما. طب أنا واجبي كمصور كيف أظهر الشيء ده؟ من خلال الملمس، عنصر الملمس. طب في أي مجال أنا أظهر هذا؟ هل في كل المجالات؟ لا مو كلها. التركيز على الملمس يظهر الجمال
ويعطيك واقعية أكثر. زي إيش؟ ما أصور أنا الخشب، تصوير الماكرو، تصوير الفود، تصوير البرودكت، بعض الحشرات الأنيمالز، تصوير تحت الماء، الناس اللي يحبوا يغوصوا ممكن يستفيدوا من هذا العنصر. يساعد الملمس في تقوية المشهد وجعله أقرب ما يكون في الواقع، كتصوير وجه البورتريت. طبعا الفنانين زي لي جيفريز بيصور البورتريت، بديك تفاصيل كاملة للبشرة. إذن هذا بيناقش عنصر الملمس، أو طفل بيبي صغير لسه مولود، أو تقريبا الماكرو اللي هي الورود. أيضا في المنتجات، تعالوا نشوف الملمس والصور. طبعا هنا تركيز، ممكن شخص يقول لي والله هنا خطوط. بالأساس أنا لما أطول في الصورة دي على طول أقدر أستنتج إنه إيه الحبل ده، القش، إحنا نسميه القش، صح؟ تعرفوا القش اللي هو فالتركيز هنا الآن على الملمس بالإضافة للخط بالإضافة لللون، لكن بالأساس إيش الأقوى؟ الملمس يعطيني على طول إحساس ب يعني خشونة الشيء ده. هنا بالنسبة للماكرو الفراولة، شوفوا كيف الإحساس ناعم مع بارز المحبب، أقدر أستنتج على طول إنه هذه فراولة حتى لو كان أبستراكت، أقدر أستنتج. هناك بالنسبة للطير نفس الشيء، توضيح للتفاصيل الريش. طبعا هذه يعني أنا من أشد المعجبين بلي جيفريز سان، كيف قدر يوصل فكرة من حاجة بسيطة لا هي مكلفة ولا شيء، وفي نفس الوقت معاني ورسالة سامية جدا، يعني تصوير البورتريت الهومليس، الناس اللي في الشوارع. شوفوا كيف ملمس على طول سكن، تقدر تستنتج ايش عمل فيهم يعني الزمن من كتر كل خط له قراءة معينة، كل زاوية كل حاجة هو تعب فيها. اذا هنا ملمس، تكلم عن ملمس. هنا اول ما اشوف الصورة دي طبعا ما راح يهمني لون ولا كادر ولا ولا ولا، على طول حستنتج من هنا انه ايش ده؟ جلد. اول ما يجي في بالي سكن، ما راح اقول والله سيمتري والله سنتر، ممكن اقول شكل ايوه، حستنتج سياره، حجم، مقبض السياره الطاره، بالاضافه الى الجلد، تركيز على ملمس. خلاص وضحت؟ في اي استفسار؟ الان العدد وخلاص بقينا عنصر كمان، بس خلينا نستوعب مع بعض. العدد مهم برضو في الصور. طيب عشان أنا أقول العدد، إيش هو سر العدد الفردي؟ من عنده معلومات شوية شاركنا فيها؟ إيش سر العدد الفردي في الكون؟ التفرد بالشيء، صحيح. عدد الصلوات الله سبحانه وتعالى، انه هو يعني كفرد مو مثلا اكثر. ايش كمان؟ عدد الايام الاسبوعية 7، لو جينا ربطناها 5 صلوات. ايش كمان؟ اعطوني اكزامبل اكثر. الالوان 3 الوان البيسك. الاصابع في اليد 5، 7 السماوات، يعني في هي يسموها الكونية، فانا ما بدي ادخلكم كثير في تفاصيل. فهي هذه الفكرة منها، إنه كل ما كان الشيء اللي بأصوره فردي راح يكون تأثيره أقوى للنفس أكثر بين ما نصور. طب تقولي لي طب العروسة والعريس 2، طب لما بدي أصور فاميلي عائلة أسرة 5، 6، 10 أشخاص، ما يمنع، إيش المانع؟ هذا سيتويشن مختلف تماما عن موضوع الأرقام الفردية. بالضبط. إذن يفضل العدد الفردي 3-5 بدلا من 2-4، خصوصا في الصور اللي هي النمطية المكررة، زي لما تصور ورد في فيلد حديقة قديش كبرها، تمام؟ اذا يفضل انا اركز، اذا هذا برضو داخل في موضوع البساطة. تصوير الماكرو يفضل التركيز على هدف معين زي العين او جزء من الجسم الى اخره. في البورتريت هناك استثناءات،
تصوير التسلسل العمري. مثال: صور الأب، الأم، البنت، الولد، البيبي. إذن هذا في فكرة مختلفة عن موضوع العدد. هنا العنصر تكلم على سينجل، فرد، خلاص، عدد فردي. في التطويق الحركي أيضا يفضل أن يكون العنصر واحد. ليه؟ عشان أبسط للمشاهد أنا إيش أبغى أوصل له، إيش الفكرة مني. يطبق العدد العنصر العددي في مجالات التصوير متنوعة. يلا نشوف بالصور، الشرح من خلال الصور أفضل. طبعا هذه الصورة للمصور الرائع أمر الرحمن، من أروع الصور اللي شفتها، يعني الأعمال الأخيرة جدا توضح لك عنصر العدد هنا قديش مهم في الصورة. تخيلوا لو كان في الصورة هنا في شخصين، واحد هنا واحد هنا، أو واحد هنا واحد، هل بيكون لها ذاك الوقع البصري والنفسي زي لما يكون شخص واحد؟ زي ما قلنا البساطة، إذا سينجل شخص أفضل من ما يكونوا مجموعة. طيب هذه الصورة طبعا بنشوف صور بالونز كثيرة حلوة وجميلة ومؤثرة، لكن برضو التأثير والتفكير وإطلاق الخيال لما يكون شيء واحد. هنا برضو مثال، هذه في جدة القديمة، شوفوا كيف العدد. لو كانت هذيك الصورة الشخص اللي شايل الميزان ده، لو كانوا اثنين كيف كانت؟ هل كانت حتأثر؟ حيقل التركيز. هذا لا شعوري، هذا شيء طبيعي بيحدث عندنا، العقل بارتباطه مع حاسة البصر إلى آخره. فالعملية محتاج لها هنا التركيز على عدد واحد يفضل. هنا بالنسبة للصورة اللي في المنتصف، صورة الباب والمشهد البيت القديم هذا، لاحظوا وجود الكرسي. طبعا عدد واحد أفضل من ما يكون ثلاثة أو أربعة إلى آخره. نفس الصورة هناك في الأخير، فاكرين الصورة دي؟ عرضتها في الشكل، فاكرينها؟ اللي فيها الأصبعين، هي هذه يد ويد، وكانوا تحت نفس المبنى. الفكرة هنا مختلفة تماما عن الفكرة الأولى، هنا التركيز على اليد كاملة، يعني one hand في النهاية. وحتى لو قلنا أصابع ستيل إنه هي خمسة، عدد فردي، ما هي أربعة، ما هي كده مثلا. فالعدد ومبنى واحد كمان. طيب هل ممكن أن نطبق قاعدة من القواعد زي depth of field في موضوع عناصر التكوين؟ ينفع؟ ينفع، صحيح. الآن أنا تركيزي صح هنا مجموعة من الفواكه، لكن تركيزي على مين؟ الأولى، الفراولة الأولى. فأنا هنا طبقت كمان قاعدة من القواعد اللي هي قاعدة عمق الميدان، depth of field. فالتركيز هنا على عنصر راح يعطي إحساس للمشاهد لا والله إنه قصد المصور ده عدد فردي. تمام؟ وصلت الفكرة؟ طيب نجي الآن برضو هنا الفاين آرت، الصورة دي الحصان، وبالنسبة لي مقبض الباب، بدل ما يكون مقبضين مثلا ممكن أكتفي أخذ أبستراكت، تصوير تجريدي للأعداد. نركز هنا برضو تركيز على الأعداد، فاين آرت، فاين آرت، بالإضافة للشكل واللون واوا، تركيز على العدد. طيب نجي للحركة والأثر، في أي استفسار بالنسبة للعدد؟ وضحت؟ طيب آخر عنصر من عناصر التكوين اللي هو الحركة والأثر. حركة وأثر، هل لازم الاثنين يكونوا موجودين في الصورة؟ لا مو لازم، ممكن كده ممكن كده. طيب هذا الكلام هنا عندنا ترك فراغ أمام الموضوع أو خلفه. بصور شخص راكب بايسكل، تمام، وقدام البحر. صورت الشخص في أول الصورة أو في آخر الصورة، هذه لها معنى وهذه لها معنى، متفقين ولا لا؟ تمام؟ طيب عندما ينظر أحد إلى صورة فيها موضوع يتحرك باتجاه معين، إيش بيصير في العين؟ دايركت العين كمان بتتحرك معه، صح؟ والدليل في السبورت، في الصور الرياضة، إيش بيصير؟ عينك بتروح مع
حركة اللاعب أو حركة الكورة أو إلى آخره، تمام؟ أسلوب الفراغ، النشط هو ترك فراغ أمام الموضوع المتحرك. هنشوف الآن الكلام ده بالصور والنماذج. صورة الطير وقدامه المساحة الفاضية. مين يقدر يقول لي هنا إيش الهدف؟ إني أنا أحط الطائر وأترك أمامه مساحة كبيرة. الأخوان اللي ورا بنسمع شوية صوتهم. مين؟ Leading lines. ممتاز. اتجاه الحركة من هنا إلى اتجاه يمين إلى يسار. طيب هل هنا في أثر للطير؟ هل في مثلا شيء بيطير منه؟ هل في زي الطائرة بيطلع؟ لا. إذن هنا التركيز على الديستنس، المسافة اللي راح يروحها أو الاتجاه. بينما في صورة السيارة هنا تركيز. نعم تفضلي. صحيح، زي التطويق الحركي، بالإضافة أنه فيها يعني دراماتيكية شوية أكثر الحركة والأثر في الصورة، فبالتالي يعطيك تركيز على قوة وسرعة السيارة، قديش هي مسرعة ورايحة للمكان. هناك المشهد اللي هو كرة السل بيبين لك قديش يعني الزاوية أولا أثرت كثير في موضوع الحركة هنا، اللي هي capture the moment، توثيق اللحظة، يعطيك إحساس جميل جدا وقوي. إذا الحركة مهمة كمان في الصورة، تمام؟ هنا يعني هذه جات بالصدفة يعني لما صورتها، لكن عجبتني، حبيت إن أنا أشارككم هذه الصورة، إنه فعلا جاء توقيت وجود الطائر كأنه عندي ثلاثة مستويات: البحر، الأرض، والسماء، والطير جاي في المنتصف. فهنا حركة الطير جاية بالنسبة للفراغ اللي قبله وبعده متزنة. أنا خليت الصورة دي إيش؟ خليت الطائر في النص عشان إيه؟ يبين لي الثبات. فبرضو من الحركة أقدر أعطي إحساس بالثبات، خصوصاً اللي يصوروا الطيور وحيوانات. هنا برضو حركة الناس اللونج إكسبوجر بيعطيني تركيز أكثر على الأبعاد. هنا كمان حركة الناس كلهم متجهين إلى البالاس أو القصر، هذه في كوريا، فبيعطيني برضو نوع من الحيوية والديناميكية. في حركة في الصورة، في جو جميل في الصورة، الحركة موضوعها. هنا طبعا تصوير الفود والسبلاش، هنا كمان حركة اليد، حركة الشخص تعطيني نوع من الواقعية، كأنه هذا فعلا هو في الحقيقة بيتكلم بيتحرك إلى آخره. نفس المشهد بفكرتين مختلفة، هذه في ستراسبورغ في فرنسا، منطقة يعني تورست معروفة يعني. فالفكرة عجبتني ان انا احط لكم الاثنين، شوفوا التأثير. هي حركة، عنصر التكوين المناقشي احنا دحين فيه بنناقش فيه الحركة، لكن بتكنيك مختلف. هنا اللونج اكسبوجر وهنا لقطة عادية كابتشر عادي. فشوفوا كيف حركة المركب وهو متجه للجسر بيعطيك إحساس هنا بالاستمرارية، هنا بإيه؟ نوع من الحيوية. فاهمين علي؟ إذن الحركة هي عنصر جدا مهم من عناصر التكوين. في أي استفسار؟ طيب آخر العرض هعرض لكم الصورة دي، أبغى شخص يقول لي إيش عنصر التكوين المطبق هنا. تفضلوا، يلا أبغى أراءكم الآن. أنا شرحت، أبغى أشوف قديش أنتوا عندكم قراءات. يلا مين يقول لي؟ لاينز. لا ما نتكلم في القواعد، نتكلم في عناصر التكوين. لاينز غير اللاينز. أحس الصورة
الصورة دي ولا لا؟ من فين؟ ممتاز. إذا أنا لما أصور مو أروح بس أحط الكاميرا عشان مشهد عجبني، لا، الآن إذا أخذتوا هذه المحاضرة حتعيدوا ترتيب أفكاركم في الصور كذا وكذا وكذا. إذا هنا في ملمس.